الصناعة تاع الفخار في هذه المنطقة هذه هي جد قديمة وقديمة بزاف، عرفت واحد العدد ديال التحولات حتى وصلت لهذه الدرجة هذه. كانت في البداية صناعة ديال الفخار الكلاسيكي التقليدي، حاليا ولات دركا تحولت لصناعة ديال السيراميك، يعني ولا مصبوغ مديكوري في هذه الزواقات، يعني تحول جذري وتطور بفضل واحد العدد ديال المشاهدات ديال الشباب ديال المنطقة اللي كانوا خدامين في مناطق متنوعة في المغرب، من ضمنها المركب الصناعي ديال الصناعة التقليدية في الولجة، في الرباط، في سلا، في مراكش، فاس، في أكادير. يعني كانوا الشباب ديال المنطقة كانوا كيسافروا لهذوك المناطق وكيخدموا، من بعد ما رجعوا المنطقة ديالنا حاولوا ينقلوا الخبرة ديالهم لهنا وحاولوا يزيدوا عليها ويطوروها توصلت لهذه المنطقة هذه. فيما شفتوا شي قصرية مزوقة في بارتو ماروك عرفوها بأنه راه كتشريو منتوج ديال المنطقة ديالنا اللي هي منتوج تاع دمنات، اللي معروف بالجودة ديالو، معروف بالفينيسيون وبالأصالة، وحتى الزواقة اللي كتشوفوها هي زواقة من باتقة من الطبيعة ديال المنطقة اللي هي سامبوليك كي كنقولها، هي زواقة رمزية. كما من بعد ما شفتوا المراحل ديال اللي كمر منها صناعة الفخار وصناعة الخزاف، نحاولوا ما أمكن أنتم راكم شفتوا لي فور كانوا ديك الساعة الأفرينة جيت التقليدية اللي كانت كتستهلك كتستهلك الحطب وكانت كتلوث المنطقة كلها. حاليا ولات أفرينة اللي هي غازية اللي قادر باش ما بقاش كتلوث المحيط، وفي نفس الوقت أنا قادرة باش نخدموا بها في ظروف جد معقولة، وقادرة باش أنها نديروا انتيغراسيون ديال لي فام دون يعني في سلسلة ديال الإنتاج. في الأول أنا كان ديك الساعة المرأة القروية ما كانتش كتخدم، حاليا من الممكن أنها تخدم رغم أنه كان المورد ما كيسمحش، ولكن على الأقل المهم الظروف مواتية إلا كانت قادرة باش أنها تخدم. خدمنا على هذا العنصر هذه على أساس باش أننا نشوفوا ندمجوا المرأة القروية في هذا يعني في السلسلة تاع الإنتاج تاع فخارة المنطقة. قلت لكم بأنه في المشاكل تاع كوفيد المنطقة كلها وكما كتعرف هي منطقة قروية ما استفدناش من الدعم ديال يعني ديال الموجه للمقاولات المتوسطة والصغرى، ما وجهنا حنا تقول ما كاينش اللي سول فينا، ما كاينش اللي قال اودي من جهات المسؤولة شو من الوزارة الوصية ولا من جهات المنتخبة ولا الجهات الإقليمية، راه ما استفدناش. كنطلب من الله سبحانه وتعالى من المسؤولين باش يوصلوهم هذا الميساج هذا على اساس باش تكون واحد الالتفاته لهذا القطاع، لانه علاش؟ لانه كيخدم واحد الفئه لا باس بها، وفي العالم القروي كنقول لا باس بها في العالم القروي بما فيها بزاف المشاكل. ورثنا الحرفه ابا عن جد، كانوا الجدود ديالنا خلاو لنا الحرفه، نضنا لقينا المواد الاوليه، وهذا الشيء اللي ساعد في البقاء ديال هذه الحرفه هنايا. عندنا الحمد لله المواد الاوليه بحال الطين بحال الماء اللي هما ضروريه باش نسميتو باش نبقاو نحافظوا على سميتو على المهنه في البلاد ديالنا. ومن بين العوامل اللي خلاوها عاوتاني تبقى هو الولاد تينوضوا تيخدموا، يعني تيخدموا الابناء مع الاباء ديالهم، الى درجه ان حتى العيالات حتى البنات تيخدموا تيعاونوا الاباء ديالهم، ما كاين حتى مشكل. ورغم انها تتعرف مجموعه من الاكراهات، كاين المنافسه بحال مثلا البلاستيك تاثر علينا بواحد النسبه كبيره، وبزاف ديال العوامل اللي خلاوها الصانع التقليدي كما كتعرفوا راه ما عاد داك الشيء اللي صور بالكتاف ديالو، ما كاين حتى شي دعم ما والو، حتى يعني صناعة تقليدي تيخدم حتى تيعيا تيمرض ولا تيموت تيمشي في حاله، هذا الشيء اللي عطى الله تينوض ولدو تيعوضو حتى هو النهار تيبان ليه شي حاجه تيمشي. والى حد الان الحمد لله عايشين منها وعايشين ولادنا ومكبرين الاسر ديالنا، والله يجعل البركه. يعني تيجيو بحال قلتي دابا الوسيط، نقدروا نقولوا حنا بصفتنا ما تناكلوش في هذاك الشيء اكثر من داك الشيء تياكل الوسيط، حنا تنتعذبوا مثلا تنبيعوا داك الشيء بواحد الثمن بخس. الوسيط الى درت انه الوسيط يقدر يضوب البياسه على ربعات الخطرات في الخلاص ديالو. انا نعطيك مثال البياسه ديال درهم، تيقدر يجي الوسيط يديها وتبيعها ب 10 دراهم 15 درهم،
وشكون اللي جاب داك الشيء؟ ظروف بحال مثلا السوق ما عندناش لحد الان، ما عندنا حتى شي سوق اللي غادي نسميتو شي معارض بحال مثلا اللي تعاونوا الصانع التقليدي قليل فيش فيش تنظموا، ويعني بزاف ديال الاكراهات عندنا في هذا الشيء هذا. شفتي كتعجبنا لك برجلك هو الاول كتجمعوا هنا مره الاولى كتلوحوا من الليل تصل مالين دار كندير فيه الطين كتلوحوا هنا كتعجنوا ثلاثه جوج خاصني امكانيات ماشيني الدوار دو داش شي خدام قصريه شي خدام طنجيه شي خدام ولا واش خدام فهمت دعوه، ولكن اللي ما كاينش التفاهم مار شي كيشوف شي واحد كيشوف غير باش يحطمو هذا بغا تزيد. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.